أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل رأى أحد الملائكة من الإنس وكذلك الجن أم أنهم لا يرون في الدنيا؟ الله أعلم، أنا ما أقول أنه رآهم أحد، فقد يرون الجن، يرون الجن، يتصور لهم الجن، هذا ما في شك. أما الملائكة فالله جل وعلا رد على المشركين الذين قالوا إن الذين قالوا طلبوا رؤية الملائكة، فقال الله جل وعلا: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. فالملائكة لا يرون إلا عند الاحتضار، يراهم المحتضر، وعند نزول العذاب والعياذ بالله، حينما ينزلون بالعذاب على الأمم يرونهم، ولا يرون إلا عند قيام الساعة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وقال: الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، فقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. فالملائكة لا يرون إلا عند العذاب أو عند الاحتضار، إذا انتهى الامتحان والعمل، ظهرت الحقائق، وحينئذ لا ينفع الإنسان التوبة، حينما يعاين الملائكة ملائكة الموت أو ملائكة العذاب لا يقبل منه توبة. نعم.